سبحانه وأشكره وأسبحه وأقدسه، لم يزل بنعوت الجلال والجمال متصفا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقرا بوحدانيته ومعترفا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الرسول المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم المبارك واقتدى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، إن الدنيا دار بلاء ونكد وعناء وكبد، دار شقاء ونكال، لا تبقي أحدا على حال، إن حلت أو حلت، وإن دنت أو دنت، وإن علت أو علت، وإن كست أو كست، وكم من ملك رفعت له فيها علامات، فلما علا مات لم تصف لأحد، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت أياما أحزنت دهورا، لا تخلو من بلية ولا تصفو من محنة ورزية، طبعت على كدر وأنت تريدها صفا من الأقذاء والأكدار. إن البلاء يا عباد الله سنة ماضية وقدر محتوم، التفت أيها المبتلى يمينا وشمالا فلن ترى إلا من يئن ويشتكي، فهذا مظلوم وآخر محزون وثالث مكروب، فكل الناس مبتلى والدنيا لم تصف لأحد، فارض بقضاء الله وقدره، قابل مصيبتك بإيمان راسخ ويقين ثابت بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ستستريح إذا علمت أنها مقادير مكتوبة، وأن القلم قد جف، وأن الصحف قد رفعت، وأن الأمر قد قضي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ليس بمقدورك رد البلاء ودفع المصيبة، لم يكن بوسعك إيقاف الجدار أن ينهار، ومنع الريح أن تهب، فرض بقضاء الله واستسلم لقدره. ما قد قضي يا نفس فاصطبري له، ولك الأمان من الذي لم يقدري، ثم اعلمي أن المقدر كائن حتما عليك، صبرت أم لم تصبري. يا صاحب الهم، لا تنس أنك عبد ضعيف، خلقك الله ضعيفا، فكيف إذا اجتمعت عليك الهموم والأحزان؟ لا غنى لك عن الله، ولا حول لك ولا قوة إلا به، لا تستطيع وحدك أن تواجه البلاء ولا أن تكابد اللأواء، فثق بالله وتوكل عليه وفوض أمرك إليه، ونادي العظيم وادعو الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا من إليه جميع الخلق يبتهل وكل حي على رحماه يتكل، أنت الملاذ إذا ما أزمة أزمت، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت المنادى به في كل حادثة، أنت الإله وأنت الدخر والأمل، أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل، إنا دعوناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل، ردد بيقين إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنها علاج لمصيبتك ودواء لحزنك، لا يغب عن ذهنك أن الذي ابتلاك هو أرحم الراحمين، فالجأ إليه وتوكل عليه، فإنه لا يكشف البلاء ولا يرفع عنك اللأواء إلا صدق اللجأ إلى الله بالرجاء والتضرع إليه بالدعاء. فقلت للفكر لما صار مضطربا وخانني الصبر والتفريط والجلد، دعها سماوية تجري على قدر، لا تعترضها بأمر منك تنفسد، فحفني بخفي اللطف خالقنا، نعم الوكيل ونعم العون والمدد، ودعاء المكروب مستجاب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، فأحسن الظن بربك وثق برحمة خالقك، تجد خيرا بإذن الله، أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فخير، وإن ظن بي شرا فشر، لا تجزعن إذا نالتك موجعة،
اضرع إلى الله يسرع نحوك الفرج، ثم استعن بجميل الصبر محتسبا، فصبح يسرك بعد العسر ينسلج، فسوف يدلج عنك الهم مرتحلا، وإن أقام قليلا سوف يدلج. أيها الصابر المحتسب، تذكر وأنت في لجج بلائك أن البلاء قدر محتوم ومعبر شاق، تعب فيه آدم، وألقي في النار إبراهيم، وأضجع للذبح إسماعيل، وألقي في بطن الحوت يونس، وقاس الضر أيوب، وبيع بثمن بخس يوسف، وأوذي محمد، وأنت على طريقهم سائر. فإن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. تعز بمن هو أشد من بلائك، وتذكر لطف الله بك إذ هون عليك مصيبتك ولم يجعلها كمصيبة غيرك. رأى أحدهم رجلا فقيرا مريضا كفيفا مقعدا وهو يردد: الحمد لله، الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فقال: يرحمك الله، وبماذا فضلك؟ قال: رزقني لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. استحضر نعم الله عليك وإحسانه إليك لتعرف فضله عليك ورحمته بك. قطعت رجل عروة بن الزبير، فدخل عليه ابن عطية يعزيه، فقال: قد أبقى الله أكثرك، قد أبقى الله أكثرك عقلك ولسانك وبصرك وسمعك ويديك وإحدى رجليك. فقال عروة: والله ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. أيها المحزون، تذكر أن ما أصابك خير لك في الدنيا والآخرة. عجبا للمؤمن، إن الله لا يقضي قضاء إلا كان خيرا له، ومن يرد الله به خيرا يصب منه، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه. إن البلاء يا عباد الله باب رحب لحط الخطايا وتكفير السيئات، ولا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته، فإنه يقوم من مضجعه ذلك اليوم كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويود أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء، وإن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. أعرفت أيها المبتلى كيف أن البلاء خير لك؟ فإذا ابتليت بمحنة فاصبر لها صبر الكريم، فإن ذلك أسلم. وإذا ابتليت بكربة فالبس لها ثوب السكوت، فإن ذلك أسلم. لا تشكون إلى العباد، فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المبتلى، أيها المكروب، أيها المحزون، أيها المكلوم، إذا اشتد عليك بلاؤك وقست عليك مصيبتك وقوي مع ذلك رجاؤك بالله وعظم توكلك عليه، فأبشر بالفرج، فإنه قريب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تنامن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. كن على يقين بأن البلاء سيرتفع، وأن المصيبة ستنجلي، وأن الهم سينفرج، وأن الكرب سينفس. كم فرج بعد إياس قد أتى، وكم سرور قد أتى بعد الأسى. من يحسن الظن بذي العرش جنى، حلو الجنى الرائق من شوك السفا. ترك إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر وابنه إسماعيل بواد لا حسيس فيه ولا أنيس ولا زرع حوله ولا ضرع،
توكلا على الله وامتثالا لأمره، فأحاطهم الله بعنايته، فإذا الصغير الرضيع يكون رسولا نبيا. ولما عظم البلاء ببني إسرائيل فصار البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال موسى الواثق بنصر الله كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره الله بضرب البحر فصار طريقا يبسا كل فرق كالطود العظيم. ويونس التقمه الحوت في ظلمات البحر ولججه، فلجأ إلى الله وناداه فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله من البلاء وكذلك ننجي المؤمنين. وألقت أم موسى ولدها الرضيع في اليم ثقة بالله وتوكلا عليه، فإذا هو رسول من أولي العزم من الرسل. وقيل ليعقوب إن ابنك أكله الذئب، ففوض أمره إلى الله فرده إليه مع أخيه بعد طول حزن وفراق. ولما ضاق الحال وامتنع المقال من مريم عليها السلام أشارت إليه، فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولما توارى محمد صلى الله عليه وسلم في الغار قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله تأييده ونصره وأيده بجنود لا ترى، فسكن الجأش وحل الأمن وانطلقت الهجرة. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. فاللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وألبسهما لباس الصحة والعافية، وارزقهما البطانة الصالحة التي تدلهما على الخير وتعينهما عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة رحمك الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك وتعالى. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. متابعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة، وذلك من مسجد الدولة الكبير من محافظة العاصمة، وكانت الخطبة بعنوان انتظار الفرج، ولقد ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور نايف محمد العجمي. اللهم إننا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. في ختام هذا النقل المباشر، كل الشكر للعاملين في التلفزيون واستديوهات إذاعة دولة الكويت، وتقبلوا تحيات أسرة النقل.